صدمة جديدة من بيج رامي لعشاق عالم كمال الأجسام. البطل المصري قرر عدم المشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2023 والحصول على راحة هذا العام بعد استشارة فريقه المعاون. ونفى بيج رامي أن يكون انسحابه من مستر أولمبيا هذا العام بمثابة اعتزال، مؤكداً أنه سيستعد الفترة المقبلة للبطولات من جديد. ونجح رامي في تدوين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة مستر أولمبيا حين حقق اللقب عامي 2020 و2021، لكن في العام الماضي حقق المركز الخامس في البطولة، وبدأ يتجه في الفترة الأخيرة لأنشطة تجارية خاصة بعدما افتتح صالة ألعاب رياضية له في مصر، فضلاً عن إنشاء شركة لإنتاج وبيع المكملات الغذائية تحمل اسمه. تقارير صحفية عديدة انتشرت هذا العام حول إمكانية اعتزال بيج رامي رغم نفيه بسبب إصابة قوية في الظهر أثرت على مستواه في مستر أولمبيا 2022 وأدت لخسارة لقبه وتراجعه للمركز الخامس. فهل يعود البيج رامي من جديد لمسرح التتويج؟